بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالتحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. العلاقات الأسرية الممتدة بتمتد بالتأكيد بالتواصل والتراحم والتفاهم، والتفاهم دي مسألة مهمة جدا خاصة في الفترة اللي احنا عايشينها. كثير من الشكاوى اللي احنا بنسمعها ما بين الزوجين بأنه أنا ما قادر أفهمه أو هي ما قادرة تفهمني، أو في العقلية مختلفة ما بيني وبينها. هل فعلا العقلية مختلفة ما بين الزوجين؟ وإذا كانت مختلفة كيف ممكن يحصل التواصل ويكون في نقطة في النص الناس تتلاقى فيها؟ ده موضوعنا اللي هتناقش فيه إن شاء الله مشاهدينا بصحبة دكتور ياسر محمد موسى، وهو مختص في التأهيل النفسي والاجتماعي. هيشرفنا في الصالون بيت الهنا بعد شوية. أهلا بكم بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا، وصل لصالون بيت الهنا دكتور ياسر محمد موسى، وهو مختص في التأهيل النفسي والاجتماعي. أهلا ومرحبا بك يا دكتور، شرفتنا كثير في بيت الهنا. أهلا بك وأهلا ببيت الهنا. موضوعنا الليلة يعني أفتكر كل الناس هتكون قاعدة عشان تتكلم في حاجة شائعة كده متهيألينا بقت أقرب للموضة، بأنه إحنا والله ما متفاهمين، إحنا ما متفقين. الكلمة دي بقت شائعة فلازم إحنا نتطرق لها في إن شاء الله في موضوعنا الليلة. أول حاجة، المقصود شنو بعقلية الزوجين؟ المقصود بعقلية الزوجين هي القدرات العقلية بشكل أساسي فيما يتعلق بالتفكير، التفهم للحياة. ولما نقول التفهم للحياة بنعني الحد الأدنى من المعرفة بدور الحياة الزوجية، دور الطرف فيها إذا كان أنثى أو ذكر. الحد الأدنى من شنو زواج المجتمع، والحد الأدنى أيضا من متطلبات المجتمع. وأفتكر دي حاجات في منتهى البساطة، كل شخصية سوية في المجتمع يفترض عندها الحد الأدنى من هذا الفهم. خلينا ده نخطه معيار للقدرة العقلية، تمام، لأنه ما دونه بيبقى ما في قدرة عقلية للتفكير. المسألة هل لها علاقة بنوعية النوع؟ يعني مثلا عقلية خاصة بالزوج أو الذكر، عقلية خاصة بالأنثى. زمان إحنا كنا بنسمع إنه مثلا المرأة تفصيلية تهتم بالتفاصيل، الرجل بيهتم بالحاجات الخطوط العريضة، الحاجات أيوة. أحس المسألة بقت أكبر من كده؟ هو أكبر من كده لسببين. هو يكاد يكون ما يقوم به والرجل تقوم به والمرأة هسه في المجتمع العصري الحديث. وبندرس في نفس المستوى، بندرس في نفس الجامعات، نتلاقى في نفس المهام المكتبية. المرأة قاضي وأنا قاضي، المرأة طبيبة وأنا طبيب. هذا التشابه الكبير بيخلي التفاصيل أكثر دقة بتاعت الاختلاف، لأن التشابه في الأدوار الاجتماعية صار كبير. في ناس بيقول دي محمدة، دي محمدة، لكن بتخلي الاختلاف في النوع بين الأنثى والذكر في احتياجاتهم ومتطلباتهم أكثر دقة وأكثر تركيز. ونعرف تماما أنه تربية الولد تختلف عن تربية البيت في الأدوار المناط بهم في البيت، بتختلف من كل واحد. بالتالي الاختلاف ده بنستصحبه وبنمشي به في الحياة الزوجية. الاختلاف ده أمر طبيعي، لأنه قلت لك الموضة الحس طالع بأنه إحنا مختلفين. طبيعي طبيعي، ولازم يكون الاختلاف ذاته. طبيعته دي هي سر جمال الحياة. يعني هذا الاختلاف ما هو إشكال، لأنه اختلاف نوع. والحياة كل الحياة تقوم بهذا الاختلاف، ذكر وأنثى. كل الحياة حولنا هي ذكر وأنثى. الناس الزوجين اللي بيحسوا بأنه أو بيسمعوا كثير حكاية أنه الاختلاف هو ملح الحياة ودي التوابل، بيحسوا الكلام ده ما جاي. يعني أنا المسألة بالنسبة لي ما توابل حياة، المسألة بالنسبة لي مشاكل ممكن تصل للطلاق. صح. فأنا كيف أوضح أنه فعلا الاختلاف ده هو فعلا ملح الحياة وهو شيء طبيعي بالنسبة للناس؟ هو طبعا
البيبقى بيصل حد المشكلة. وأنا أفتكر إنه دائما فيما يتعلق بالقدرات العقلية يعني. أيوة. يعني إذا كان الاختلاف العقلي، الاختلاف العقلي بيجي في نوعية الاهتمام، اهتمام الزوج ونوعية اهتمام الزوجة، في إدارة المواقف المشتركة في الحياة. فمثلا كثير جدا من القضايا الاختلافية ممكن تكون حتى على مستوى تأسيس البيت يعني. ناس يتزوجوا على مستوى تأسيس البيت، الزوجة ترى إنه العفش مفروض الفرنتشر بتاعتنا تكون مستوردة مثلا، والزوج يفتكر إنه لا إحنا مفروض نعتمد على نجار لأنه النجار بيدينا حاجة متينة بتعيش وأرخص. ده اختلاف قد يكون بسيط ويحصل توفيق بيناته يعني مثلا كده، لكن قدراتنا العقلية بيجي الاختلاف الممكن يعمق المسألة في إنه إنك تكون واقف على رأيك ده امشي بس رأي بس امشي عشان ولو أنا ما الراجل. مشى معناها أيوة نصل الحد النهائي نصل الحد النهائي. أو الأنثى تفتكر إنه الزوجة تفتكر إنه رأي لازم يمشي ولو ما مشى ده معناه إنك أنت اهتمامك بي ضعيف وإنك أنت مضطهدني وتكبر المشاكل. احنا ان شاء الله ما تكون في مشاكل يعني. سالنا الناس دكتور ياسر قلنا لهم هل في فرق ما بين تفكير الزوج وتفكير الزوجه؟ نشوف الاجابات كانت شنو. تفضل. لا ما فيش فرق، ما فيش فرق بين الزوجه والزوج، يعني هم عايشين حياتهم على كده، هم عندهم حياه زوجيه وبتكتمل ولمدى طويل جدا. لو في تفاهم قبل الزواج طبعا دي مرحله منتهيه، لو ما فيش تفاهم يبقى بعد الزواج احتمال التفاهم او التوفيق يكون حليفهم يعني. بكون على حسب فهم الزوج والزوجه مع بعض. انا بختلف من فرد لفرد. انا اعتقد نعم في تفكير اكثر من اللازم، الناس عايشين في اشياء في الحاضر والغايب. يعني ليه الاختلاف بيكون بين الزوجه والزوج؟ في ناس اصلا الزوج بتتزوج زوجه انت اصلا ما حابها ولا اصلا ما في ضميرك ولا اي حاجه، لكن القسمه هي بتجيبها وبتتزوجها، لكن بكون في النهايه في اختلافات. احنا بنتمنى ان شاء الله انه دائما الازواج يكون التفكير حتى وان اختلف يكون في اتفاق عليه، وهي فعلا مجموعه من الامور زي ما ذكر من خلال المستطلعين، وهنواصل طبعا في موضوعنا وهنكتشف برضو حاجات اكثر. دكتور بالنسبه لي الاختلاف ده انت قلته هو شيء موجود، طيب كيف احنا نوفق بيناته بدون مساله الاصرار على الراي زي ما انت قلت قبال الاستطلاع؟ وطبعا في طريقه مهمه جدا استاذ ايمان، هي بتقلل كثير من الخلاف وبتفتح مجالات للتفاهم وللاستمرارية أكبر اللي هي الحوار. الحوار يعني هذا هل الرجل يقبل الحوار؟ لابد يقبل. تفصيل المرأة بطبيعتها ممكن هي يكون عندها الحوار، لكن الرجل نوعا ما يميل للملخصات برضو ده, يعني. برضو ده إجمالا لأنه إذا رجعنا برضو قبيل إنه التشابه في مستوياتنا العقلية يعني لحد كبير إنه إحنا مثلا أبناء تخصص واحد أو مؤهلاتنا التعليمية قريبة، ثقافتنا المحلية قريبة متشابهة، دي كلها نقاط التقاء يعني، فبتخلي قابليتنا للحوار أوسع وأكبر. وما في مناص غيره يعني، ما في حل إنك غير للرجل أو للمرأة غير الحوار يعني، لازم نطلع كل ما بداخلنا وكل أحلامي عبر هذه المؤسسة في مستقبل حياتي، لازم أوريها أنا عايز شنو من الأبناء وعايز الأبناء يكونوا شنو وعايز يات أسلوب أربيهم به، وعايز وهي برضو نفس الحاجة تقول أحلامها تجاه هذه المؤسسة، ونثبت نقاط الاتفاق دائما حول اللي بنتلاقى فيها نثبتها، واللي بنختلف فيها مزيد من النقاش بيوصلنا لاختلاف او لاحترام اختلاف راينا. فهمتي كيف؟ جميل الكلمه دي، احترام الاختلاف. احترام الاختلاف، وده لو ما بقى حتكون المساله قاسيه جدا. تحضرني في الحاجه دي حاجه غريبه جدا يا استاذ ايمان. زوجين حديثين علاقه يعني، تزوجوا ومشوا شهر عسل، كلفوا ما تكلفوا في الزواج طبعا، واستمتعوا جدا
بطقوس الزواج وبتكاليفه، ومشوا شهر عسلهم برضو مكلف جدا، وهم راجعين من شهر العسل حصل الاختلاف. شوف 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 عدم الخبرة كيف حصل الاختلاف في العربية في السيارة، إنه ننزل في بيت ناس أمي ولا ننزل في بيت ناس أمي. شوف شوف المشكلة كيف. فهو بمصير إنه ننزل في بيت ناس أمي، نمشي نسلم عليهم أول، وهي مصرة إنه والله جاء خبر إنه أمها مريضة فهي لازم تنزل لأمها. فقام خلاص وصلوا الحد، وصلوا الحد، فوقفت السيارة في بيته، نزل وهو واصل لبيته. لما هو وصل بيته بدون زوجته كان السؤال ليه؟ لا نزلت ليه؟ هل تعلمي إنه كان هذا هو اليوم الأول في الحياة الزوجية وآخر أيام الحياة الزوجية؟ تطلقوا في هذا الخلاف؟ لا تعليق يعني. فشوفي قلة الخبرة. هنا أفتكر إنه برضو دور الأهل ممكن يدخل في تقريب التفكير في العلاقة الزوجية. لحد كبير. لكن مهما كان، إذا كانت شخصياتنا العقلية صح، شخصيات مستقلة ورغبتنا في بعضنا واحترامنا لبعضنا كبير، واختيارنا كان ناتج عن قدرات عقلية، ما كان بنصل هذه. هتواصل أكيد دكتور، وهيكون لسه في مجموعة من الأمور اللي هتقرب إن شاء الله شكل العلاقة تفكيريا وعقليا ما بين الزوجة والزوجة بعد الفاصل. خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، بنتواصل معاكم في موضوعنا التقارب الفكري ما بين الزوجين، هو موضوع حلقتنا. فإحنا دارين نوصل المفهوم ده إن شاء الله للأزواج الجدد، وحتى البيناتهم علاقة سنين ولسه حاسين بأنه في جاب كبير أو في يعني فجوة كبيرة ما بين الاثنين، إن شاء الله ما يكون في أي مشاكل. أهلا بك دكتور ياسر مرة ثانية. الله يسلمك إن شاء الله. دكتور، هل ممكن نقول أنه عادة كده الأصعب عقليته من الزوج ولا الزوجة؟ والله يا أخي لو بالعلم من الصعب يعني ما ورد ما يفيد، لكن على المستوى الحياة الاجتماعية العادية والتواتر الطبيعي وفق تربية كل نوع، فبنجد أس المشكل في الحياة الزوجية المتواتر هي المرأة النقناقة. فالزوجة كثيرة الكلام والنقة والتفاصيل والاهتمام بها وكثيرة الطلبات والتي لا تعي حد قدرات زوجها في كفاية البيت، وحد قدراته في كفاية ما تتطلب الحياة الزوجية كلها وتحتاج للأكثر من الكفاية، هي دائما مشكلة بالنسبة للزوج، ودائما هي أسس المشكلة بالنسبة للحياة الزوجية. ده بالتواتر. بس تعرف دكتور بالشيء اللي حس إحنا عايشينه، زمان المسألة دي كانت النقناقة اللي هي في الأيام الدنيا بخيرة والحكاية رخية، حس بقت النقة دي طبيعية. طبيعية. يعني فعلا مشاكل الحياة لما نتكلم على المدارس، مصاريف المدارس كتيرة. وبعد ما ندفع جوا في رسوم ما بعرف يعني التزامات الأسرة، التزامات بقت بزيادة كتيرة. فعلا يعني كتيرة. فدي كيف كتيرة. ممكن يكون تفهمها بالنسبة للزوج ناهيك عن عدم القدرة. يعني شوفي الالتزامات كثيرة في مواجهة ما في قدرة، يعني ما كل الشباب اللي بيتزوجوا اليوم هم قدروا يوفروا عش زوجيه. صح، ممكن الاثنين متزوجين، ايوه البيت ذاته يعني مشكله، مش وشغالين، أيوة. وما قادرين يكفوا حتى البيت نفسه، ما في بيت الليله، يعني ما في زول عنده قدره، شاب عنده قدره يعني يشتري بيت مثلا عشان يتزوج. صح، ده كان في وقت من الاوقات ممكن، لكن هسه ما ممكن. فيبقى من جزء اساسي في حياته عنده ايجار بندي ضخم، وعنده متطلبات بتاع التأسيس، وعنده ده على مستوى الاقتصادي، وهو مستوى مؤثر جدا في بقية تفاصيل الحياة الزوجية. التفاهم كيف بيناتهم في اللحظة دي اللي هي فيها أصلا ضغوط حياة، وما ما ما تبقى هنا المرأة هي الشايلة الحكاية كلها، يعني لازم الحوار. أنا تاني برجع بقول الحوار، يعني بلا حوار مستحيل تصلوا ليه، ممكن لكفاية ولموائمة لحاجاتكم. لازم يكون في حوار، والحوار ده لا بأس إنه أحيانا يحتاج ورقة وقلم للاتفاق، يعني حوار
بيصل حد الاتفاقات الأشبه بمذكرات التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والالتزامات. بنخط ورقة وقلم وبنقعد، والله الراتب بتاعي والراتب بتاعك الاثنين مع بعضهم بيعملوا كذا مبلغ، والمبلغ ده إحنا عندنا كده وكده وكده، طيب خطينا ده وعندنا كده ومحتاجين لآخر الشهر. المسألة دي ممكن بسهولة شديدة جدا تخلي الخطوط واضحة ويبقى الهدوء بين الزوجين، ويبقى الهدوء. لكن طبعا إذا حسمنا دي في إشكالات أخرى كثيرة، يعني في نتناقش نشوف مع بعض الإشكالات شنو، بس نشوف بعد إذنك الاستطلاع. تفضلي. في استطلاع، كيف يمكن التعامل بين الزوجين في حال وجود فرق في طريقة أو نوعية التفكير؟ نشوف الناس قالت شنو. تفضل. طبعا لو ما بقى في تفاهم ومفاهم ما حيكون في تعامل أصلا. لو ما بقى في يعني الزوج والزوجة، أنا زي ما أعتقد طبعا أنا ما متزوج، لكن في اعتقادي كده إنه لو ما بقى بيناتهم في مفاهمة أو في توافق كده ما حيكون بيناتهم حياة. تنحل بنفس برضه بطريقة حلها بكون صعب، المفترض من البداية ما تكون في خلافات من البداية، لكن لما تحاول فكون في خلافات وتكون تعدلها بكون تعديلها على الصعب. يعني انت الواحد من بدري تكون تختار هو الوحده اللي تجي في دماغك ولا في الراس بدون في تفكير. يعني لازم تفهموا، لو في فرق لازم تفهموا مع بعض عشان يقولوا كملوا حياتكم مع بعض. نتمنى ان شاء الله انه ما يكون في اي مشاكل ما بين الازواج. وعموما احنا هنقوم نتكلم عنها بانه في ناس بترجع برضه لاسباب. يعني دكتور ياسر، في ناس بتقول انه درجه التعليم لما تكون مختلفه هنا بيكون في فريق. في ناس بتقول اذا العمر كان مختلف، الزوج كبير جدا في السن والزوجه صغيره جدا في السن، فهنا ممكن يكون في فعلا فريق. هل فعلا ده موجود؟ واذا موجود كيف يتم الحل؟ هو موجود طبعا، ما في شك إنه الاختلاف في التعليم ممكن يأثر سلب وممكن يكون إيجابي، وكذلك العمر. يعني فعشان كده بنقدر نأخذ قواعد مطلقة في إنه قد يكون الزوج كبير والزوجة صغيرة، وده قد يكون سبب رئيسي في مشاكل كثيرة، وبالمقابل قد يكون هو سبب كبير في استقرار الحياة الأسرية في حالة. أيوة، يبقى في قدرات لابد تتوفر لدينا كأزواج. وإذا إجمالا سمت الحلقة قدرات عقلية، فلتكن عقلية ولتكن هي قدرات ومهارات خاصة بكل زول فينا، إذا كان زوج أو زوجة. قدرات الزوجة في استمرار الحياة، وقدرات الزوج في الاستمرار، والقدرات المشتركة لكم الاثنين في استمرار الحياة. فيما يتعلق بقدراتكم المشتركة، أنصحكم جدا بالحوار، وده كان موضوعنا في الحوار. الحوار أساسي، وقدر ما تتحاوروا ما حتختلفوا. الحوار لو أدبه إنه نقول رأينا تمام وأسمعك، وتقولي رأيي تمام وأسمعك، واختلافاتنا في الرأي ما بتنسف في الحياة نمرة واحد. ده على مستوى دورنا الاثنين في استمرار الحياة. أما على مستوى دور كل طرف فينا، لابد أن يفهم الزوج إن هذه الزوجة بحكم الشرع وبحكم العادات والتقاليد وأصل العلاقة التي بدأت بتعاقد شرعي، إن هي ضمن مسؤوليتك، أنت مسؤول منها قدام المجتمع وأمام الله. فيبقى من الواجب تماما إنك يا أخي تطيل حبال الصبر، وقدر المستطاع تسمع، وقدر المستطاع توعي. أما بالنسبة للزوجة فبفتكر قدر المستطاع لازم تفهمي إنك أنت رب هذه الأسرة، وإنه الكلمة الشائعة بإنه رب الأسرة هو الزوج هو ذا الكلام في العادي، لكن الحقيقة أنت ملكة هذا الدار، وأنت ربة هذه الأسرة، وأنت بيدك كل التفاصيل، كل التفاصيل من مأكل ومشرب وعاطفة وحنان. فيبقى قدر المستطاع كوني دي من الحوار. هي دي اللي احنا هنختم بها فقرتنا، لأنه ما في أجمل من الكلام والوصايا اللي انت قدمتها. أشكرك كثير دكتور ياسر على تواجدك معنا، ونتمنى إن شاء الله كل الناس من هذه الحلقة يكون في تقارب كبير جدا في التفكير ما بين الأزواج. شكرا جزيلا أستاذ إيمان، شكرا لك. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير، خليكم معنا. بيت الهنا
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، ونتواصل معكم في بيت الهنا فقرتنا الجاية في الصحة بالنسبة للنساء. تعالوا مع بعض نشوف دكتور أبو بكر محمد علي نصر عنده نصيحة، وهو استشاري طب النساء والتوليد، نسمع سوا. نرحب بالسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. هنتحدث في هذه الفقرة عن حمل التوأم. حمل التوأم بنقصد به إذا كان عدد الأجنة داخل الرحم أكثر من واحد، بل ممكن يكون 2، 3 أو 4، وكل ما زاد العدد الحكاية دي بتبقى حدوثها أقل. طيب، حمل التوأم بنعتبره حمل فيه مخاطر بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين. طيب، نحن بنقسم حمل التوأم لنوعين. في حمل بتاع التوأم بيحدث نتيجة إنه يتم تخصيب بيضتين، كل واحدة بتكون مختلفة من الثانية، وفي الحالة دي بيكون كل واحدة عندها مشيمة وقد يكونوا ما متشابهين، يعني ممكن يكون ولد وبنت. وفي حالة النوع الثاني بيكون بيضة واحدة وتنقسم، وفي الحالة زي دي بيكونوا عادة متشابهين ومن نفس النوع. طيب، عموما حمل التوأم فيه مشاكل، أهمها الولادة المبكرة، ودي بتزيد كل ما زاد عدد التوأم داخل البطن. يعني لما يكونوا 2 احتمال انها تلد في مواعيدها اقل من الواحد اللي عندها طفل واحد، ولما يزيدوا بيبقى احتمال الولاده المبكره اكبر. ودي مشكله لسبب بسيط، لانه الطفل لما يتولد قبال المواعيد هيحتاج لعنايه خاصه، وقد يكون في مشكله في التنفس، وقد يكون في مشكله في باقي اجزاء الجسم، لانه نموه ما اكتمل. من الاشياء اللي بتهمنا بالنسبه لنوع التوأم اذا كان متشابه او غير متشابه، اللي هو من بويضه واحده او من بويضتين، انه اذا كانت المشيمه واحده في احتمال لبعض المشاكل تحدث، اللي هو ان النمو قد يتاثر، وده لانه ممكن يكون واحد منهم بيكون الدم بتاعه بيمشي للجنين الثاني، وفي الحاله زي دي واحد بيبقى صغير والثاني بيبقى كبير. طيب، النصائح المهمه شنو؟ من النصائح المهمه عموما انه الحمل من الاول الناس تتابعه وتشخص التوأم تشخيص مضبوط، عشان نعرف انه والله حصل حمل توأم من واحد او بويضه واحده او بويضتين. التشخيص بتاعها دائما بيتم بالموجات الصوتية في فترة الثلاثة شهور الأولى. في أشياء الطبيب بيقدر يعرفها، إنه عندهم كيس واحد أو كيسين، وبعد العلامات في الموجات الصوتية واضحة بتشخص، ودي مهمة جدا جدا. عشان كده بننصح بالمتابعة من أول الحمل، ودي من فوائد المتابعة المبكرة. بعد كده بنتوقع إنه الحمل أعراضه حتكون أكتر، يعني الوحم والاستفراغ والاشياء زي ده اكتر، الفتر والتعب والاشياء اللي بتحسبها لهم اكتر. طيب، يبقى الام بتحتاج لمتابعه خاصه، بتحتاج انها تتابع النمو بتاع الجنين. الاشياء المهمه بالنسبه لها قدام انه عدد كثير من المشاكل زي الضغط، السكر، الاشياء دي قد تحصل، فلا بد من متابعه مستمره. وبعد ذاك في احتمال للولاده الطبيعيه على حسب وضعيه الجنين الاولى، اذا جاء بالراس ممكن تلد طبيعي. وفي الختام الوصية المهمة، المتابعة هي الشيء الأساسي عشان نطلع بنتائج حمل سليم. نتمنى اليوم حمل سليم، وشكرا جزيلا وعودة إلى الاستديو. شكرا جزيلا لك دكتور، وبنصيحتك احنا بالتاكيد هيكون لنا كثير من الامور اللي هنفكر فيها، خاصه في صحتنا وايضا في اجتماعياتنا، والعلاقه ما بين الزوجين زي ما ذكرنا في الاول لابد انها تكون في نقطه وسط. نتمنى ان شاء الله انه الاستقرار يكون موجود في البيت السوداني ويأمن ويهنأ. بيت الهنا.